طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين من قناة عاد، أقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بالعناوين. النائب البحسني يطلع على نشاط فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي. النائب العليمي: مجلس القيادة قدم تنازلات كبيرة لتمديد الهدنة لمصلحة أبناء الشعب اليمني في المناطق الغير محررة، إلا أن الحوثي صلف وتعنت. السعودية تجدد مطالبتها بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. اللجنة الأمنية بحضرموت تحث الأجهزة العسكرية والأمنية على تعزيز اليقظة. قتلى وجرحى بينهم طفلة ووالدتها بانفجار عبوة ناسفة في مدينة تعز، وهجوم مسلح يستهدف مركز أمني بشبوة.